رسائل على الواتساب، رسائل عادية على التليفون، إيميلات وما إلى ذلك. غير إن إحنا دايما بنقول للمواطن لو سمحت ما تجريش على الكلام ده، إن كل الكلام ده نصب. بس أنا عايز النصاب أو اللص أو الحرامي ده بتوع الجرائم الإلكترونية لازم يكون في بنية تشريعية تردعه تخوفه ترعشه عشان يفكر مليون مرة قبل ما يبدأ عملية النصب. صحيح. طبعا إحنا في الفترة الأخيرة عندنا عدة قوانين، حزمة تشريعات قوية جدا في مواجهة الجرائم التي ترتكب خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الموجودة على الإنترنت. عندنا قانون اسمه قانون 175 لسنة 2018، ده قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ده نزل في 2018، اللائحة التنفيذية بتاعته نزلت في 2020. في عدة مواد كتير، أتمنى وأنصح جميع المواطنين إن هم يقروه، مش بس رجال القانون هم اللي يقروه أو يختصوا بيه، لأن هو بيعرفنا إيه مسؤولياتنا وواجباتنا والتزاماتنا تجاه التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها عمال على بطال وطول الوقت. حلو. في هذا القانون في ماده اسمها الماده رقم 23 بتتكلم عن الاعتداء والاحتيال على البطاقات البنكيه والخدميه. اوكي. الاحتيال والاعتداء، احتيال يعني ايه؟ يعني ان انا اجي اضحك عليك عشان اخد البيانات بتاعه الكارت بتاعك. دي اللي كانت بتحصل السنه اللي فاتت. الله ينور عليك، ودي ليها عقوبه لوحدها. آه. دي هيتعاقب لوحدها. طب نفترض ان هو كان عنده قصد جنائي في ان هو يستولى على هذه الاموال، هيتعاقب بعقوبه اشد. طب نفترض ان هو خد الاموال دي بالفعل، هيتعاقب عقوبه اشد، سواء كان بالحبس او بالايه، بالغرامه. طيب في هذه الماده في ماده تانية بتكملها، الناس اللي حضرتك قلت عليهم ان هم بينتحلوا الصفه وبيخشوا يعملوا فيك اكاونتس على مواقع التواصل الاجتماعي. في ماده تانية، الماده التي تليها اللي هي الماده 24، بتتكلم عن اصطناع المواقع الإلكترونية والحسابات المزيفة والإيميلات اللي هي البريد الإلكتروني على الإنترنت للتعامل مع الناس وإيهام الناس بأن هم أشخاص اعتباريين أو أشخاص طبيعيين. يعني ممكن يجي لك إيميل من بنك كذا، الله ينور، فأنت شايف الإيميل أدرس من بنك كذا. صحيح، ومش هو البنك، مش هو. فاصطناع هذه المواقع أو اصطناع هذه البريد الإلكتروني والحسابات الخاصة يعاقب عليها القانون لمجرد بس إن هو عمل فيك أكاونت. وأنا بقول للشباب اللي هم بيعملوا أي فيك أكاونت حتى عشان يهزر بيه، لا، القانون أنت داخل جوه القانون. لمجرد إن أنت بس عملت فيك أكاونت كده، فأنت هتتحبس وهتدفع غرامة. طب لو عملت فيك أكاونت وأسأت بقى لي بالأمور اللي أنت بتعملها، سواء كانت أمور نصب أو خلافه، هتتعاقب عقوبة أكبر. طب نفترض إن أنت جيت عملت فيك أكاونت لمؤسسة تابعة للدولة، مؤسسة حكومية، لا، دي مش هتبقى حبس، دي هتبقى سجن وغرامة بتزيد عن 300,000 جنيه. فالمشرع المصري هنا مقسم لك، والله لو انت نصاب صغير فانا هجيبك في عقوبة قليلة، نصاب كبير فانا هعرف اجيبك في عقوبة اكبر. فالقانون دلوقتي بيحجم. ده قانون رقم واحد. قانون رقم اتنين، عندنا قانون اسمه 151 لسنة 2020. قانون 151 بيتكلم عن حماية البيانات الشخصية، وقد أفرد المشرع في هذا القانون مادة خاصة بالبيانات الشخصية الحساسة. ما هي البيانات الشخصية الحساسة؟ عدة بيانات من ضمنها البيانات المالية. يعني أي حاجة تخص كارت الائتمان بتاعك أو المحفظات الإلكترونية اللي على موبايلك أو أي شيء يخص التعامل في وسائل الدفع غير النقدي، وأنا جيت عشان تفصح عن هذه البيانات والمعلومات، تتحبس حتى لو كان اللي عمل كده شخص مخول للقيام بهذه الأمور وله الحق في ذلك، ولكن تجاوز حدود سلطته في أنه هو ينصب عليك، والعقوبة فيها تصل لخمس ملايين جنيه مع الحبس والسجن. غير قانون العقوبات المصري طبعا، في مادة النصب، مادة 336، كان بيتكلم عن النصب بكل الطرق، سواء كانت طرق تقليدية أو الطرق عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، في أنه هو يوهم الناس ويستغل حاجتهم للأموال، أو يوهمهم بمشاريع وأنه هو يستثمر أو يخش معايا في مشروع، أو إن المستريحين. المستريحين الإلكترونيين بقى الجداد دولت مستريح الكتروني. طبعا، ما كل دولت مستريحين الكترونيين. احنا خلصنا المستريحين العاديين، خلاص اللي هو ما خلاص بقى بتاع انا عندي مزرعه مواشي، تعالى بس حط بتاع الاثار وبتاع الكلام ده كله، وابن عمك عايز حته الارض دي ادمن خلاص. خلاص بقى احنا دلوقتي هنخش في حدث بياناتك واديني بياناتك. اي حد يحصل على اي بيانات بدون موافقتك، موافقه صريحه ضمنا لهذه القوانين ووفقا لها والضوابط اللي المشرع قال عليها، حبس وسجن وغرامات تتخطى الاموال اللي بتحطها. طب احدث انواع النصب اللي حاصله دلوقتي احنا عندنا في مصر بيفننوا، هم عبقره بصراحه، يعني بيفننوا صغير عبقره في المطلق، مع ان النصب الالكتروني مش بس مقتصر على مصر. انا عايز اقول لك سنه 21، من سنتين بالظبط، في الولايات المتحده الامريكيه عمليات النصب الالكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وصلت للمواطنين اللي في الدوله اكتر من 95 الف مواطن، خساره 770 مليون دولار
في السنه دي بس. عارف لو جيت قارنتها في سنه 2017 هتلاقي 18 ضعف ضعف الخسائر. انت متخيل مدى تطور التكنولوجيا الحلوه مع مدى تطور الجريمه اللي بتحصل عليها؟ طيب هم هناك كانوا بيعملوا ايه؟ بيستثمر مشروع تخش معايا فيه تكسب من وراه فلوس، يقول لك ان احنا عايزين نعمل تسويق الكتروني والكلام ده كله. في مصر بقى تيجي تلاقي صفحات السحر والشعوذه والدجل، والله انا هفك لك السحر، انا هشفيك بالسحر وانت تحول لي مبالغ مش عارف ايه، العملات الافتراضيه المشفره زي البيتكوين وخلافه، ان انا اديك اموال عملات اجنبيه بعائد اكبر، او ان انا هديك فلوس اكتر من اللي هيديها لك البنك، هعمل لك مشروع، حاجات كتيره جدا. امبارح على تيك توك شفت واحد بيبيع خاتم سليمان والله العظيم انا ما بهزر، امبارح واحد عارض والله العظيم الراجل عارض خاتم سليمان، جايب خاتم نحاس قذر كده يقول لك ايه خاتم سليمان اهو اللي هيحط 5 مليون على الترابيزه. 5 مليون اللي هو انا معايا خاتم سليمان، يبقى انا معايا خاتم سليمان 5 مليون. ايه انت تافه؟ ايه الرقم التافه ده؟ معايا خاتم سليمان انت تعمل كل حاجه والله العظيم. وناس بقى تخش له ما يتهزوش، ما ينفعش اربعة تهز ايه؟ وعايز اقول لك يا عم ده لو خاتم سليمان روح اديله الخمسة مليون واخلص. صحيح صحيح. طيب صحيح. لان الموضوع بقيه الجرائم الحديثه اللي موجوده طبعا فكره توفير القروض، ان انا هوفر لك كارد زي ما الشاب المحترم اللذيذ اللي كان بيتكلم في تقرير وقال لك هو انا لو معايا فلوس كنت انا هحتاج لكارد عشان اديك فلوس عشان تديني مكانها فلوس. يعني صحيح، يعني الامور غريبه. انا هديك كارد ب 100,000 جنيه مثلا عشان انت تردهم لي 110 120,000 جنيه، تيجي تقول لي هات 700 جنيه يعني انا مش فاهم. يعني فكره ان انا لازم من البدايه اكون عندي وعي، الوعي التكنولوجي والأمية الرقمية لازم تمحو عندنا.